السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم. واللي هنتكلم فيه النهاردة عن مواعيد مباريات اليوم الثاني في الجولة الثالثة في كأس العالم قطر 2022. انتهت الجولة الثانية وبدأت الجولة الثالثة، وصعد منتخبات هولندا والسنغال وانجلترا وامريكا، وهيصعد ان شاء الله في هذا اليوم اربع فرق اخرى في اليوم الثاني من الجولة الثالثة في كاس العالم قطر 2022. فتونس هتواجه فرنسا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية. وفي نفس التوقيت هيواجه منتخب استراليا منتخب الدنمارك في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على استاد الجنوب. طب ليه الفريقين بيواجهوا بعض في نفس التوقيت وتقام مباراتين في نفس الوقت؟ طبعا الفيفا بتعمل بهذا مبدأ تكافؤ الفرص حتى لا يكون في فريق ضامن النتيجة بتاعته ان هو هيصل او لا يصل. فلذلك دايما بيقرر الفيفا ان تكون اخر لقاء في المجموعة كله في نفس التوقيت حتى لا يحدث تلاعب في النتائج كما كان يحدث في البطولات السابقة في التسعينات وفي اوائل الالفينات. فلذلك كان بيقرر دايما الاتحاد الدولي ان المباراة التالتة تكون كلها في توقيت واحد لو بتتلعب في مجموعة واحدة، حتى ولو تم حسم بطاقات التأهل بيكون ده العرف في هذه البطولات. وهنروح للمواجهات التانية اللي في نفس اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، هيواجه منتخب بولندا منتخب الأرجنتين على استاد 974، فيما سيواجه منتخب السعودية منتخب المكسيك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل الدولي. فيا ترى يا هل ترى مين هيفوز في الأربع مباريات؟ تونس ضد فرنسا، واستراليا ضد الدنمارك، وبولندا ضد الارجنتين، والمكسيك ضد السعودية. وهنتكلم شوية عن تحليلنا للاربع مباريات. فالفريق التونسي بيحاول ان يخرج من دوامة الخسارة امام منتخب استراليا بعد ما تعادل مع منتخب الدنمارك حتى يستطيع ان هو يصل الى الدور القادم دور الستاشر في بعض الحالات اللي ممكن يوصل فيها منتخب تونس في دور الستاشر لبطولة قطر 2022. ولو عايزين تتابعوا ازاي ممكن يوصل تونس الى هذه الجولة في فيديو عندنا في القناة بتاعة اخبار كريم، ممكن حضراتكم تطلعوا عليه وتشوفوه وتعرفوا ايه الفرص بتاعة منتخب تونس لكي يصل الى دور الستاشر. اما الفريق الفرنسي فكان فاز في اول لقاء على المنتخب الاسترالي بنتيجة 4-1، وفاز في اللقاء الثاني على الدنمارك بنتيجة 2-1، وضمن التأهل الى دور الستاشر بغض النظر عن هذه المباراة. ومتوقع ان يلعب الفريق الفرنسي بالفرقة الثانية في هذا اللقاء عشان يريح الفريق الاول الى المباريات القادمة. فلذلك المباراة صعبة جدا على منتخب تونس لانه هيلعب مع لعيبة الى حد ما مجهولين بالنسبة لهم، ما شافوهمش في اللقاء الاول واللقاء الثاني. وده تحليلي الشخصي للموضوع، ربما يكون صحيح وربما يكون خطأ. اما استراليا فبتحاول ان هي تفوز الفوز الثاني في هذه المجموعة عشان تضمن التأهل الى دور الستاشر.
بعد ما خسرت أول لقاء أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة كبيرة بنتيجة 4-1. أما المنتخب الدنماركي فبيحاول إن هو يخرج من دوامة الهزيمة اللي خسرها أمام المنتخب الفرنسي ودوامة التعادل الذي تعادل فيه مع منتخب تونس. وهنروح للمباراة الثالثة اللي هي بولندا والأرجنتين. فالمنتخب البولندي بيحاول ان هو يفوز في هذا اللقاء عشان يكمل مسيرته في دور الـ16 بعد ما فاز على منتخب السعودية بنتيجة 2-0 وتعادل مع منتخب المكسيك بنتيجة 0-0. اما المنتخب الارجنتيني فبيحاول ان هو يفوز ايضا في هذا اللقاء حتى يصل الى النقطة السادسة بعد ما فاز على منتخب المكسيك بنتيجة 2-0 وخسر أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الأولى. أما المباراة الأخيرة اللي معانا النهاردة اللي هي هتكون المكسيك ضد السعودية، فالمكسيك بتحاول أن هي تخرج من دوامة التعادل ودوامة الخسارة، التعادل مع منتخب بولندا والخسارة من منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-0. أما المنتخب السعودي فبيحاول إن هو يفوز ويكرر الفوز اللي حققه على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 بينما خسر أمام منتخب بولندا بنتيجة 2-0 وفوزه في هذه المباراة ربما قد يصل بي الى دور الـ16. ولو عايزين برضو تتابعوا الفرص بتاعت السعودية للوصول الى دور الـ16 هتلاقوا عندنا في قناة اخبار كريم فيديو بيتكلم عن الموضوع ده، ياريت تتابعوه وتتفرجوا عليه وان شاء الله تعرفوا كل حاجة عن فرص السعودية. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن مواعيد مباريات اليوم الثاني في الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022. في النهاية بنتمنى التوفيق لكل من منتخب تونس ومنتخب السعودية الممثلين العربيين في الجولات التي تقام في اليوم الثاني، ونتمنى ان شاء الله ان هم يقدروا ان هم يحققوا احسن نتائج ليهم، ونتمنى ان شاء الله ان هم يوصلوا الى دور الـ16. اما منتخب الارجنتين فالمتعة هتبقى ناقصة لو خرج منتخب الارجنتين من هذه البطولة، والمنتخب الفرنسي والديوك الفرنسية تريد ان تثبت انها تستحق ان تكون بطل كأس العالم قطر 2022، فهتحاول ان هي تصنع العلامة الكاملة في هذه المباراة. هل هتقدر ان هي تحقق هذا ولا مش هتقدر؟ ده هيبان في مباريات بكرة ان شاء الله، فخليكم معانا في فيديوهاتنا وتابعونا في كل كلامنا وان شاء الله تلاقوا عندنا كل جديد. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.